أهلا بكم، تتابعون معنا الليلة في الأخيرة. مئات المستوطنين يقومون باقتحامات للمسجد الأقصى، والخارجية الفلسطينية تحمل إسرائيل تبعات أي تصعيد. إلى أوكرانيا ويوميات الحرب هناك في ظل التقدم الروسي في الشرق، تهديدات روسية للولايات المتحدة في حال أمدت أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى. مواضيع أخرى من اليمن، لبنان، مصر وغيرها تابعوها معنا، 8 بتوقيت غرينتش، 11 بتوقيت القدس، على شاشة التلفزيون العربي والبث المباشر على اليوتيوب. معي أنا رولا حيدر.